صباح الخيرات لكل حدا صار معنا لايف على صفحة نينار اف ام على الفيسبوك ونحن صرنا جاهزين. يسعد لي هالصباح. وصباحك نور، كيفك؟ انا تمام، انت كيفك؟ تمام، نشكر الله. صباح الخير لكل مستمعينا ومتابعينا. اكيد يسعد صباحكم. اليوم الاسد. برج الاسد، شو الاخبار؟ هذا البرج الفخم اليوم بدنا نطول ولا ما بدنا؟ يعني لنا طبيعي اليوم لانه في بعض الابراج رح تغار. يعني عن جد؟ بس لا، عن جد لا بعتقد معتدل اليوم موضوع لأنه يتمحور حول فكرة واحدة. يعني مولود الأسد هذا صاحب المزاج المتفائل المرح يلي بيحس إنه خلق لينظم ما حوله، حلو، وليمارس أدوار مهمة وقيادية. ما بيشوف حاله مولود الأسد بالأمور التافهة أبدا، بيتركها لغيره. هو الأهم، هو القيادي، هو اللي بده يرتب الأمور كلها. شجاع مولود الأسد جدا لدرجة المبالغة، وهي سلبية تعتبر لأنه مبالغته بتقدير الأمور ممكن أحياناً ما بتكون كتير صحيحة. حبه للضوء، بحب الضوء. مولود الأسد بيخليه دائماً بيتبع أساليب خاصة بس كلها حماس ودقة. تمام، ويصعب عليه أنه ما يكون متفاخر أو مبالغ. ما بيقدر مولود الأسد أبداً. يعني مثل نحكي كمان على المرأة والرجل نفس تماماً الشيء. يعني أنا عنده حاضرة. هلا هو كتير حقيقي وكتير بيتفهم بدون تكلف الآخرين. وعنده صفات بتجنن مولود الأسد، بس هذا مسألة التفاخر عده ما بعرف يعني قديه بيقدر يسيطر عليها يعني بحياته. هلأ رغم أنه مولود الأسد عنده قدرة عالية على التركيز ورغم تفكيره الواسع، إلا أنه هو كمان شخص متمسك بآراءه لحدود العناد. ما بيغير رأيه بسهولة كتير. بيتأثر مولود الأسد بكل أشكال الفخامة. بحب الفخامة. وبيقدر يحول أي أمر عادي بيكون شغلة كتير عادية بيحولها لحدث مفرح ومهم. أيوة. بيقدر يعمل استعراض دائما يعني. هلأ إن كان زعلان لازم الكل يعرف، وإن كان فرحان لازم الكل يعرف. يعني بيفرض مزاجه على الآخرين بقوة كتير كبيرة. مغرم هو بالعظمة وبالمجد. عنده تعلق بهدول. هو كتير دافئ على فكرة. مولود الأسد شخص دافئ، كريم، مضياف. بس المشكلة إنه بيثق بالآخرين بسرعة. وهي أحد أهم سلبياته على الإطلاق. صح، حكينا مرة عليها. صح، فظيع مولود الأسد شو عنده ثقة بالآخرين. يعني أنا بزعل إنه حدا بهي الطيبة وبهذا الكرم وبهذا النبل. صح، وبيثق بالآخرين وأحيانا بيغدروا فيه. يعني الآخرين ما بيكونوا على قد الثقة. بيخاف مولود الأسد إنه ما يشوفوه الناس بالأهمية اللي شايف حاله فيها هو. يا لو قديش هاي مو طبيعي. عن جد بينه وبين حاله يعني بيحب مثل ما هو شايف حاله الناس كمان تشوفه، فدائما بيعمل أفعال ملفتة. بده دائما يستعرض حاله، يعني إنه شوفوني. أنا هون، أنا موجود. عنده قوة كتير داخلية. هي يعني قوي، هو شخص قوي من الداخل. هاي القوة أحيانا بتخليه يرتكب أخطاء بحجمها. يعني غلطه كبير مولود الأسد. إذا ارتكب غلط فما بيكون غلط صغير أو قليل، بيكون شيء كبير، كتير كبير، يعني بحجم القوة اللي هو فيها. أسلوبه عامة واضح مستقيم، بس الحقيقة من الأفضل ما نناقشه. ما بيتناقش. ما أنا ديمقراطي أبدا. من الأفضل ما نناقشه بأمور بتخالفه الرأي، يعني مو مثل رأيه، لأنه بيشعر بالإهانة. يعني بيحس فورا بالإهانة لأنه عنده حساسية وعنده احترام لذاته كتير كبير. ورغم هيك هو من الأشخاص يلي بيسامح بسرعة. يعني حتى ذكرنا أنه بيثق بالناس كتير وهي غلط طبعا، بده ينتبه له مولود الأسد، بس بنفس الوقت بيرجع بيسامح، بيرجع بيعطي فرص. قلبه طيب، قلبه طيب، يعني بيرجع نبيل. بيرجع بيسامح. هلا ايضا العصبيه من احد اهم سلبياته. والرغبه بفرض سيطرته. يعني هدول الاثنين كمان موجودين عند مولود الاسد وبقوه، يعني ما بيخبوا حالهم. تشعري انه حبه للسيطره فطري. يعني ممكن هو يتبناكي كليا بس بهدف السيطره عليك.
مو يعني قادر يعمل لك كل أمورك بس بهدف أنه يسيطر على كل شيء. هيك عموما مولود الأسد ما طولنا كتير فيه لأنه محاوره كتير محدودة يعني كسلبيات أي. بس إيجابياته كتير إيجابياته كتير كتير حلو. نحن ما كتير عم نركز بفقرة مفاتيح بهالسلسلة على الإيجابيات صح أكتر شيء على السلبيات نعمل شي مرة للمديح للكل مشان كله ينبسط كله يكيف مشان الكل يكون مبسوط بدي أقول له يسعد لي أوقاتكم أيها الأسود يارا محمود عم بتقول برجي الفخم أي فخم أي والله فخم الأسد فخم سعد صباحي ما فينا ننكر أبداً أكيد. أي تمام هلأ غيدة عم بتقول عم بقول ليش بحب مواليد برج الأسد يا أختي فخامة فخامة وتقل تقال الأسد. الأسد الأسد اسمهم تقيل. اسمهم حتى ما... هيك اسمهم بيعطي ما بتحسي مولود الأسد شخص خفيف أو هيك بيستهين بحاله أو بيزب حاله بأي مكان مثلا فخم هو أي والله. يعمل مملكة هيك لحاله عن جد تحية أكيد لكل أكيد. المتابعين ولكل حدا برجو الأسد مجد منصور برجك الأسد يسعد صباحك أكيد شكرا كتير إليك صباح ومجد يسعد لي صباحك شكرا كتير إليك يسعد لي وشكرا لكل حدا تابعنا عبر البث المباشر